أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبك السيطرة الكاملة على الحريق المحدود الذي نشب في وحدة رقم 12 وحدة نزع الكبريت في مصفاة الزور صباح اليوم. وأكدت كيبك أن هذا الحادث لم يؤثر على عمليات إعادة تشغيل مصفاة الزور أو عمليات نقل الوقود منخفض الكبريت إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية أو عمليات التصدير الخارجي.